بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة، عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثانية لتولي جلالته مقاليد الحكم، ومشيدا بما يشهده البلد الشقيق في عهد جلالته الميمون من إنجازات تنموية وحضارية شملت مختلف الميادين، معربا سموه رعاه الله عن بالغ الاعتزاز بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومتمنيا سموه حفظه الله لجلالته وافر الصحة والعافية ولسلطنة عمان الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته. بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثانية لتولي جلالته مقاليد الحكم، راجيا سموه لجلالته دوام الصحة والعافية وللبلد الشقيق كل الرقي والنماء في ظل القيادة الرشيدة لجلالته. كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة.